والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. تفاصيل أخبار المال والأعمال مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لك إلهام. شكرا أميرة. ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة المصرية في تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات، وذلك تعظيما لما نمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة لبحث عدد من الفرص الاستثمارية، أشار مدبولي إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، تشجيعا وجذبا للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات قائمة، موضحا أنه من بين تلك الإجراءات ما يتعلق بالحصول على رخصة الذهبية للمشروعات التي تستهدفها الدولة في عدد من القطاعات المهمة. من ناحية أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الجهود الحالية لصندوق مصر السيادي للترويج للفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. الاجتماع تناول استعراض تقديرات الاستثمارات المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتسهيل وتيسير ضخ استثمارات جديدة للشركات والمشروعات القائمة بالفعل أو من خلال إقامة توسعات ومشروعات جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تناول خلاله العلاقة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى. وأشار المركز إلى أن الابتكار يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتي تم إطلاقها عام 2015. وأضاف المركز أن أحدث تقديرات الأمم المتحدة أشارت إلى أن الصناعات الإبداعية تسهم بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030. فاز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي تمنح لأول مرة خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لعام 2023 والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء، وذلك بعد منافسة مع 11 مشروعا تم ترشيحها لنيل الجائزة. يعد مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان أحد المشروعات المنفذة لدعم قدرة شبكة الكهرباء، حيث يعزز قدرة الدولة على توفير الطلب المتزايد على الطاقة لدعم معدل النمو، وذلك بإضافة قدرة إنتاجية تقدر ب 1950 ميجا وات للشبكة الموحدة. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة المشتغلين بشكل دائم في مصر بلغت 67.5% خلال عام 2022 من إجمالي المشتغلين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يتم الاحتفال به في الأول من مايو من كل عام، أوضح الجهاز أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور بلغت 64%، بينما بلغت 88.6% للإناث خلال عام 2022. كما لفت الإحصاء إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين بالقطاع العام والأعمال بلغ 45.1 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص 49.4 ساعات. أفاد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفع بنسبة 10.4% على أساس سنوي في مارس الماضي ليبلغ 4.54 مليار درهم، وهو ما يوازي 452 مليون دولار. من ناحية أخرى، استقرت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنهاية الربع الأول من عام 2023 لتسجل 5.10 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى للهام نمر وأميرة العقدة لمتابعة ما تبقى من النشرة. إليكم من جديد، شكرا لك ليلى.